عدنا لكم يا أبطالنا بحكاية جديدة، وعدنا لكم معها بحكمة جديدة وفائدة جديدة أيضا. اليوم معانا كل جديد في جديد، مطلوب منكم إنكم تتابعونا بس واستمعوا معانا لحكاية عمنا صالح. وهيا إلى عند العم صالح. أهلا عم صالح. يا هلا وسهلا، كيف حالك؟ الحمد لله. اليوم معانا الأطفال متحمسين لسماع القصة. ما شاء الله تبارك الله، اليوم معاكم بنات. أقول لنا إيش مخبي لهم البنات؟ ما حد أولاد اليوم؟ لا اليوم عندنا بنات، أميرات بنات. بس يا حي وسهلة، واتوا القصة. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم القصة معانا عن الأرانب. تعرفون الأرانب؟ الأرانب هذا في أرنب معه مزرعة، والمزرعة هذه يزرع فيها واي زر. تعرفون أن الأرنب واه يحب الزر، صح ولا لا؟ وكان معه اثنين، واحدة بنية وواحدة ولاد. الولاد اسمه الأرنب والبنية اسمها أرنوبة. شفتوا كيف؟ الولاد الأرنب هذا كل يوم يعتني بالمزرعة هذه، يقوم بدري ويسقي المزرعة وينام بدري، ولكن أرنوبة طول الليل تسهر، تعين للنجوم وتعين للسماء وتنام. متى تنام؟ الصبح. تعرفون أنتم أنه الناس واي ينامون في الليل، صح ولا لا؟ ويشتغلون الصبح، لكن ده أرنوبة لا تسهر طول الليل. في يوم من الأيام أبوهم لقى عشوة في الدار، قلت لهم أمهم طبخة حق لي زر زينة، بس قال له يشوفون أرنوبة دوية شاحب، وهذا كأنش أرنوبة، قالت مريضة. قام بوها شلها لما عند الدكتور حقهم، واحد أرنب دكتور، قال له أوه هذا تسهر طول الليل ما تنام، كيف أنتم تخلونها تسهر؟ قالوا تعبنا فيها، كلمناها قلنا له شوفي تسهر ما هو زين، لا تسهرين، نمي بدري، ماشي فايدة طول. قال له خلاص نحن بنعطيها الآن دواء. شربت الدواء، صبرت ويعلمونها كيف تنام، وها وها وها، خذت أسبوع حسنت صحتها. قال لأبوها شفتي كيف؟ شفتي إن النوم فيه مفيدة وفيه صحة، ليش؟ شفتي كيف؟ بس وقامت اشتغلت مع أخوها من فير، وفي الليل ما عاد تسهر كما حق أول، خلاص وقعوا صحتها أحسن، حتى كلهم استغربوا أهل الدار. قال أبوهم حفلة تانية وجات ما شاء الله نشيطة وكلت معاهم وقامت من المرض، وبس حتى انه كانت ايش؟ كانت ما تشوف، لما ما عاد تسهر كما اول اصبحت واحد تشوف، اصبح معاش ضارب يله في راسه، واصبح يعني حياته وقعد صحته احسن من اول. وهكذا السهر ما هو زين، وهكذا تنتهي قصتنا لهذا اليوم. يعطيك العافيه عم صالح، مره انبسطنا بالقصه. هم انبسطوا يا بنات؟ استفدتوا من القصه؟ طب مين فيكم يقول لي ايش استفاد من القصه؟ أعطيهم يا فاطمة، خلينا نسمع. استفدنا من النوم، ننام بدري صح؟ أيوه. خطرة. وإيش كمان؟ من يقول لنا لو نمنا بدري إيش يصير؟ نقوم بدري يعني ونكون شيطين. أيوه صحتنا تكون كويسة. بالضبط. ومين كمان يقول لنا لو نمنا بدري إيش يصير؟ تعرفون السهر وهو زين، صح؟ أيوه. طيب يا عم صالح، باقي ما قلت لنا الحكمة، إيش حكمتنا لهذا اليوم؟ حكمة يا أطفالي الأعزاء، أنكم لازم تنامون بدري وتأكلون تغدون سواء، وما تسهرون في الليل، ودحين مع الموبايلات ومع الآيباد لا تسهرون، مشان إيش؟ تقوم بدري داكر دروسك وتفهم، يكون عقلك صافي تمام، وينظرك يكون قوي، لأنه مع السهر يضعف النظر، صح ولا لا؟ هذا الحكمة اللي نحن وغناها منكم. هاي بنات حتسمعون حكمة عم صالح، هتطبقونا تمشون عليها يعني؟ قولوا ايوه. كلكم اليوم كذا، ما انتم متحمسين؟ متحمس، سمعوا صوتكم متحمسين. ايوه ايوه. طيب جاء دور ايش يا فاطمه؟ جاء دور الحلويات، ما تشوفوا من اول يطالعوا. متحمسين للاشياء الحلوه اللي هنا؟ طيب مين؟ يلا اعطيهم الفلوس يا فاطمه عشان يجوا يشتروا. مين حيبدا اول واحد؟ يلا اعطيهم، خذي مو كل اعطيهم يلا. كل واحده واحده. ايوه يلا قومي انت. يلا قومي، يلا قومي اشتري. لا 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 حي بالحبوبة اسمش من؟ ما تخلص ما تخلص. بغيتي واي ميار؟ نعنع. نعنع شعرية. بغيتي بافك ولا ما تحبي البافك؟ بغيتي من ذي البافك؟ يا حي وسهلة، مع السلامة. يلا مين بعدها؟ من بعدها؟
يا حيابش اسمش من الحلوة؟ سارة. سارة بوتي وايا سارة بركات من دي وعد بوتي من دك ما وشعارية ما تحبينه نعنع ما تحبينه يلا ها الله معاش اللي بعدها السلام ها أجلس من عادو يا هلا وسهلا بالحبوبة من اسمك خديجة خديجة بوتي وايا خديجة واحد من دي ونعنع شعارية يلا السلام ها يلا مين بعدها قوم يا قمر يلا يا قمر من اسمك قمر قمر ونعم قمورة بوتي وايا قمورة واحد بفك واحد بفك تاني واحد بفك تاني واحد شعري واحد شعري بس يا حيابش يلا مين بعدها السلامة حيا وسهلا عاد حد معكم باقي ما شاء الله ما شاء الله من الأمورة دي اسمش من خديجة خديجة بوتي وايا خديجة واحد من ده ومن ده ومن ده واحد نعنع من ده النوع يا حيابش ويا مرحبا بكم يلا دور آخر أميرة عاد حد تعالي يا عايدة خلصنا لا باقي أميرة عاد معكم ما شاء الله ما شاء الله عايدة. أوه الحبوبة الصغيرة دي من اسمش عايدة عايدة بوتي وايا عايدة واحد بفك ومن ده واحد نعنع يلا مع السلامة ها هاي أميرات مبسوطين معانا استمتعتوا استمتعتوا بالحلويات وبالقصة يعطيك العافية عم صالح كلنا استمتعنا معك بس للأسف جاء وقت شو سعيد جاء وقت إنه نختم يا عم صالح طيب أعزائي المشاهدين بعد ما استمتعنا بالقصة اللي قالها عم صالح واستمتعنا بباقي الفقرات جاء دورنا نقول للمشاهدين إيش يلا مع السلامة مع السلامة باي